ونبتدي بردود الافعال. عمر وامل، ايه ردود الافعال بقى بعد ما خلصت الحلقات يوم الاربعاء اللي فات؟ تبدأي ولا تهمين؟ قولي يا امل. انا كنت منبهره قد ايه ناس كتير جدا اعمار مختلفه ومن قطاعات مختلفه كانوا متابعين البرنامج وكانوا مبسوطين قوي بالنتيجه. يعني كان في سسبنس، وكان في كل حلقه ناس عندها اراء وازاي وليه. واكتر حاجه عجبتني ان البرنامج بسط الشركات للمشاهدين، ان هم فعلا قدروا يعيشوا قصه الكفاح والنجاح، وفهموا البيزنس مودلز بتاعتهم، فهموا ايه اللي بيخلي شركه اقوى من تانيه. وكان في انجيجمنت عالي، كان في يعني ناس كان عندها اراء ولا وليه كسبتوا ده وانا ما كنتش موافق. عمر لا، بس الدكتور عمرو كان عنده نقطه مهمه، طب ليه ما سمعتوش؟ كنت اديتوها فرصه تخلص الاجابه بتاعتها. كان في فعلا يعني انجيجمنت عالي جدا، والناس كانت متمسكه قوي بالمتسابقين اللي هم كانوا شايفين ان هم لازم يكسبوا او لازم يخسروا. عمر، ايه رد الفعل وانت على طول مسافر؟ يعني كل ما نكلمك انت في دبي، انت ما اعرفش فين، ردود الافعال بقى عبر القارات. والله انا اللي فاكرها لما توقفت في المطار وانا راجع من دبي، ففي حد قال لي حضرتك في برنامج فرصه، قلت له السنه دي معاهم، قال لي انا عايز اخد رايك في حاجه، قلت له مرني. فقال لي انا في شركه انت خدت قرار من 1 2 3 وما كنتش فاهم ليه، بس فعايزك تشرح لي شويه يعني وجهه نظر تاني بشكل اكتر شويه. فلما شرحت قال لي تصدق انا جوز مراتي بيعمل شركه مماثله، وكنا جوز مراتي ازاي؟ سوري اخو مراتي اخو 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 مراتي بيعمل شركه مماثله، وكنت الفكره دي كنا مزنوقين في الحته دي وكنا عايزين نفهم ازاي يعني ممكن ان هي تحصل كده، فهنجرب المعلومه دي. وبقى في تواصل يعني ما بيننا، الناس مركزه في التفاصيل قوي قوي. ليه خدت القرار ده وما خدتش القرار ده؟ اتكلمت معاه الاسبوع اللي فات، كلمني وقال لي احنا عملنا الحته دي وشايفين ان ممكن هيحصل تطور بشكل ما. طب وفي دبي بقى لما كنت هناك الوضع وده كان في المطار وانا راجع من دبي، كان في برضه مطعم رحت اتغدى يوم، فبقول يعني بستاذنهم في ترابيزه، فقالوا لي لا بص هو انت من برنامج الفرصه نقول لنا، بس تقول لنا الحلقه الجايه ايه اللي هيحصل. يا سلام يا جماعه، انا عايز اشوف الموضوع ده، انا عايز استفيد بهذه الفوائد البنفيتس الفرصه وذ بنفيتس. بس بصراحه هي يعني اللي حلو فيها ان هي فتحت حاجات كتيره في كلام كتير، ان الناس يمكن بيحاولوا يعملوا حاجات في حياتهم دلوقتي لقوا فرص ان هم يعرفوا يتكلموا اكتر، يبقى عندهم شجاعه اكتر يتكلموا على الافكار بتاعتهم، فشايف دي حته كانت ايجابيه جدا جدا. طب بصراحة نروح لدكتور عمرو ووائل برضو، ردود الافعال كانت عندكم ايه يا دكتور عمرو او وائل؟ ابتدي بدكتور عمرو. انا معظم بقى ردود الافعال متابعها اونلاين يعني عن طريق ان انا هنا في كاليفورنيا، بس كنت بشوف طبعا كل الكليبس بتطلع في السوشيال ميديا وكده. وبعدين بقى ناس كتيرة جدا عمالة تبعت مسجز على فيسبوك وعلى انستجرام عايزين ادفايس، نصيحة في الموضوع ده، نصيحة في الموضوع ده. طبعا انا مش ملاحق ارد عليهم كلهم، فلو في حد ما ردتش عليا انا اسف جدا يعني، بس صعب جدا ارد على كل الناس يعني. وائل، انت بقى برضو بتسافر كتير، ايه الاخبار عندك؟ طبعا انا طبعا الفيدباك كويس جدا، وبصراحة اكتر حاجة انا موافق امل تماما انه مامتي وبابايا واخواتي وحماتي بقوم بيسالوني انت ليه كسبت دي وعملت دي وليه عملت دي، وكان لازم تدي دي فرصه، وكان لازم فكره انه بسطنا فكره الستارت ابس للبيت المصري العادي، ودي حاجه انا مبسوط منها جدا. ردود فعل على مستوى طبعا في الانترنت كتير جدا، وعلى مستوى بيتي انا وبيت اهلي كان جميل جدا بصراحه. وده شيء، فكرة التبسيط ده، ان احنا ندخل البيوت ونشرح للناس فكرة ستارت اب، ده انجاز عظيم جدا.